بالنص تروماتيك ألسريشن. موضوع الأوتو أميون ديزيز موضوع معقد من ناحية الأميونيتي. بيسك ميكانيزم تشترك بيها سيل تشترك بيها مولكيولز يعني اللي هي الأنتيبوديز. هذه الأنتيبوديز موجودة عادة عندنا نورمال فانكشن، كل واحدة له وظيفة وهي وظيفة الديفنس. وتعرفون أنتم الأوتو أنتيبوديز اللي هي أي جي إم أي جي جي ذن البقية ومن يفرزها شنو الأكشن مالتها. لكن في بعض الأحيان يطلع الريجوليشن مالتها أو الفانكشن عن السيطرة، البودي بعد ما يقدر يسيطر على الفانكشن أوف أوتو أنتيبوديز فتبدي هنا المشاكل. هذا الأوتو أنتيبوديز أن ريجوليتد، التارجت ما تكون مجهول، مره يهاجم اورجن مره يهاجم سكين مره يهاجم ميوكوس مبرين، فراح يصير عندنا ديزيز يسموه اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون يعني هو الجسم بودي يهاجم البودي مو فورن. اخذنا احنا الانفكتيف وقلنا بكتيريال فانجل او فيروس واتيفر كوزز، ما هو اكزوجينس خارجي. الاندوجينس اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي سولفنا على الاي ام والبهج ديزيز. واليوم راح نسولف على الاوتو اميون ديزيز اللي هو الميكانيزم مشابه للهايبر سنسيتيفيتي لكن مختلفه بالكونتنت او بالكومبوننت مالتها. هناك كان سيل، هنا نشتغل كبروتين وسيلز. موضوعنا اليوم هو البيمفيغاس، والباحث كان ناخذ سيمينارات عليه على موضوع البيمفيغاس. موضوع البيمفيغاس موضوع جدا واسع وشائك، يربط الدرماتولوجيكال ستيتس بالاورال ستيتس. صوت بابا يعني انتم مستاجرين بعد كل مره اقول صوتكم 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 خلص اللي عنده سالفه يطلع ما منعوه. الان تدخل محاضره هدوء لحد ما خلص. البنفيكاس بالجارس او البنفيكاس فاميليز اللي هي مجموعه من الديزيز تخص الدرماتولوجي وتخص الاورال مانيفستيشنز او اورال كومبارتمنت. هذه شنو وظيفتها او شنو الميكانيزم مالتها؟ هنا الاوتو انتيبوديز هذه الاي جي ام اي جي جي او اني ذا اذر تايب راح تهاجم الميوكوس ممبرين او تهاجم الابيثيال سيلز. شو تهاجم؟ تهاجم نوع خاص من البروتين اللي يكون يربط الابيثيال سيلز مع بعضهم. فشو تسوي؟ ديستركشن بالابيثيليوم، تبدا الخلايا تتحطم وتنفصل، يسموها اكانثولايسز، يتحلل التشوم. فبالتالي شو يصير عندنا؟ يصير عندنا سبيسز بتوين ذا سيلز. شنو يمليها؟ يمليها فلويد اودما. اني سبيسز بتوين ذا سيلز اور بتوين اورجان نتعرض الى انفلاميشن يصير بيها فلويد. لذلك نشوف المكان يورم. احنا نشوف شايفين تو كمان بالنورمال فيزيولوجيكال واحد ينطخ او واحد ينضرب المكان يصير اوديميتس، وهذا جزء من الانفلاميشن بروسس او الانفلاماتوري بروسس. هنا هذا البنفيغاس هو جروبس اوف اوتو اميون ديزيزز تشترك بنفس الأعراض بس السايت يختلف. قسموها إلى بيمفيغاس وبيمفيغوي. البيمفيغاس راح يهاجم بارت خاصة من الميوكوس ممبرين أو بارت خاصة من السكين، والبيمفيغوي راح يهاجم أذر بارت باختلاف البروتين اللي راح نشوفه بالميكانيزم. هذا ممكن يشترك فيه الميوكوس ممبرين والسكين، وممكن يجي بس الميوكوس ممبرين وممكن يجي فقط السكين. يعني الآلية مختلفة من مكان إلى مكان ثاني. بي انواع هواي موجوده. الموست كمان تايب هو بنفيغاس بالجارس. الموست كمان تايب يعني احنا نسولف على بوبوليشنز ايش قد راح ياثر على بوبوليشنز من نقول موست كمان تايب. البقيه كلها من تقراها نقول لك رير ديزيز. فرير ديزيز عاده نستبعده لان هو بالكتاب يقول رير، برسبته بالحقيقه ايش قد نسولف على كمان فقط. تبقى هسه الرير والكمان مشتركات، طبعا مشتركات بهواي اعراض هواي فيتشرز مشتركه، نفس المبدأ هو نفس الديزيز، لكن ممكن السايت يختلف، ممكن الأورال إفكت يختلف، ممكن الكومبارتمنت يختلف، ممكن الفيتشر تكون أجريسيف سيفير. بداية البنفيكاس بالجارس الكوزز مالته أنكمان، يعني شنو التريجر؟ شنو اللي يخلي هذا الديزيز يظهر؟ يعني لو نسوي سيرفي ونجمع فد ألف واحد ونفحصهم جينيتيكلي ناخذ جين مابينج نسوي نلقاهم فد 90% من ذولا بريدسبوزل للبنفيغاس، بس 10% اللي عندهم اعراض اللي عندهم الديزيز. ليش؟ التريجر يختلف. التريجر عندي ممكن ياثر، اي انفكشن ممكن ياثر يسوي البنفيغاس او ميديكيشن يسوي البنفيغاس. عندك لا اقل، بس هم سسبتبل جينيتيكلي سسبتبل، اثنيناتهم حاملين نفس الجين اللي ممكن يسوي ديفكت بالاميون سيستم.
فلذلك the triggering هو unknown. أما الكوزز مالتها الرئيسي هي genetic immunological. من نقول الكوز هو اللي راح يكون اللي direct effect يسوي الديزيز genetically and immunologically. لكن التريجر اللي يحفز هذا الكوز هو unknown. وراح نشوف هسه مجموعة فاكتورات تشترك بهذا الديزيز. البنفيكس فالجارس most common form of بنفيكس. 80% من الكيسات اللي خاصة بالبنفيكس سموه بنفيكس فالجارس. طبعا نفس اسم الفاميلي لكن ضايفين إضافة. هذا الفالجارس شنو شكله؟ تسميته شكله. Etiology and pathogenesis both genetic and environmental factor. اثنينات يساهمون بهذا الديزيز. مو فقط الجينيتيك مثل ما قلنا مو كل واحد جينيتيك susceptibility to disease appear this disease. لا مو شرط انت جينيتيك exposing لكن ما تعرض للتريجرينج او الفاكتور اللي ممكن يحفز لك هذا الجين اللي يسوي abnormality بالإيميو سيستم او يخربط الإيميو سيستم او يسوي dysfunction. الجينيتيك ايش نقصد بيها؟ هذه البروتينات لقوا ذول الجيوش عندهم نسبة عالية من هذا الديزيز، لقوا ذول كلهم يشتركون بنفس ال HLA اللي هو بروتين susceptible for inflammatory status. هذا الرمز مالته DRB1-0402. بينما لقوا الأذر non-Jewish Europe or Asian عندهم غير HLA. هم اثنيناتهم نفس الديزيز لكن الجينيتيك ريسبونشن يختلف، فرق هاي البوبوليشن عن غيرهم. طبعا هذا يأثر على العدد ويأثر على السيفيريتي ويأثر على الفيتشرز كلها. فالجيولوجي باثوجينيسيس هي جينيتيك و انفيرومنتال. الجينيتيك هي الجين بريسبوزنج ذني موجودات. انفيرومنتال شنو التريجر اللي راح يخلي هذا الجين يشتغل اب نورمال؟ هذه فاكتورات فيروس دايتري فاكتور فيزيولوجيكال اند سايكولوجيكال ستريس كلها تشارك انه ممكن يسوي تريجرنج لهذا الديزيز. زين اكو رول ثابته؟ لا، يعني نقول دايتري فاكتور حتى بالكتاب ما نحدد، ما عندنا فتايب ممكن تتجنب ما تأكل هذا النوع حتى تتجنب الديزيز. ماكو unknown. Several medication or drug implicated induction of pemphigus. لقوا هواي من الأدوية تشارك بهذا الديزيز. وعندنا طبعا الأدوية دائما هي most common cause لأغلب الديزيز، فلذلك من الضروري انهم تأخذ history تأخذ medications اللي دي أخذها تدور عليها دائما. لا تستثني أي نوع من medication عن الديزيز، يعني مو شرط المكتوب هذا، مو شرط، ممكن هيو ميديكيشن ما أصليهم هم دي يسوون سيرفي على مجاميع. هذول اللي قوهم الكومن. أكو أنكومن؟ طبعا أكو أنكومن. فلذلك إذا أنت ما وصلت الفاكتورز معين اللي هي ممكن تكون الكوز، لأن سنانة بالتريتمنت لازم تسوي ريزولف للكوز، يعني الميديكيشن اللي يأخذها لازم تقطعها حتى يختفي الديزيز، حتى يختفي التريجرينج. فأي ميديكيشن أنت ممكن يأخذها أقطعها لفترة، سواء كان هذا متعلق بسيستميك ديزيز لوكال سيستميك لازم تحتاج انت كونسلتيشن حتى يقطعها. بس بكل حالات اقطعها لمدة مثلا 1 ويكس وتشوف اذا ما اختفت فما له علاقة بالميديكيشن، واذا اختفت هو ممكن يكون تريجر. عندنا 3 جروبات هي المسؤولة عن تريجرينج: ثايول جروب، فينول جروب، ونان ثايول ونان فينول. ثايول دول اللي عندهم هذا الرينج، كذلك الفينول رينج، كابتوبرين، كارفامازيبين، بنسلين، ليفودوبا، اسبرين، لأن كلهم يعتبرون تريجرينج فاكتور. وكلهم كمان حياتنا العادية وايد يستخدمون الاسبرين وايد يستخدمون البنسلين، وممكن هو يكون تريجرينج افكت. وعندنا نان فينول ذني نان ثايول اللي هو كالسيوم شانل بلوكر، اي سي اي انهبيتر، نان ستيرويد. احنا الفيرست لاين مالتنا نان ستيرويد. فلذلك من يظهر الديزيز لازم نسوي رول اوت للكوزز. هسه ما وصلت النتيجة، ومثل ما قلنا بالبداية أول معلومة قلنا هو الكوز مالته unknown، ذني susceptible، ممكن يكون إيه ممكن يكون لا. تقطع وبعدين نشوف إذا اختفى نعتبره كفاكتور أو نعتبره كوز، ما اختفى ترجع مرة ثانية. بس بكل حالات التريتمنت العلاج هو ثابت للديزيز، بس إحنا نريد نعرف التريجرنج راح يأثر بالرميشن. And the line mechanism، ليه تصير هذا؟ أو شنو الميكانيزم؟ immunological mechanism ضروري نعرفها. مثل ما سولفنا بالإي إم عن hypersensitivity والتي سير وشون تشتغل وشون تطلع وشون راح تضرب السير، هنا نفهم شلون هذا الأوتو أنتيبوديز يجي ويفلش إن هذا البناء اللي أنا سميه دائما الإبيثيليوم مثل الحائط، طابوق فوق طابوق، سير فوق سير لحد ما سوي لك هذا الإبيثيليوم لايني. شلون دي يصير ديستركشن؟ هنا عندنا الـ IgG والـ IgA هم اللي يشتركون بهذا الديزيز اللي هو أوتو أنتيبوديز
يفرز الجسم نورمالي. وهنا كذلك هو نورمالي لكن الفانكشن مالته ابنورمال. شو يسوي هذا؟ هذا يهاجم يعتبر يجي إعاز من البرين انه عندنا الابيثيليوم ابنورمال. هذا ابنورمال ستراكشر موجود عندنا. فانت لازم تهاجمه يعتبره فورين بوديز. شو راح يهاجم؟ نوع خاص من البروتين اسمه جلايكوبروتين. وين موجود؟ موجود على مكان اسمه الديزموزوم. سامعين بالديزموزوم؟ الديزموزوم مجموعة من بروتينات تربط الخلايا مع بعضها. ادهيجن موليكيولز يسموه. هذا البروتينات اسمها الديزموجلين. الديزموجلين هو عبارة عن بروتين يربط التو ابيثيليال سيلز مع بعضها حتى تنتج الابيثيليوم. فهنا هذا الاي جي جي يعتبر هذا الديزموجلين هو الفورين بوديز. يبدي يحطمه يتصل بيه سيل ديستركشن ويفلج لنا الجنكشن بين السيلز. فلذلك يصير فلوتنج الخلايا تطوف بالفلويد يسموها اكانثولايسيس. هذا الديزموجلين بالابيثيليوم يعني بالسكين ديزموجلين 1، بالميوكوس ممبرين ديزموجلين 3. فلذلك اذا كان الديزيز مالتك كوتينيوس يعني سكين راح يهاجم الديزموجلين 1، واذا كان ميوكوكوتينيوس يعني ميوكوس ممبرين يهاجم الديزموجلين 3. هذه الاليه مالته. بس ليش ميز الديزموجلين 3 عن غيرها؟ لان احنا عندنا غير بروتينات. هذه الانون ميكانيزم، لكن الميكانيزم الموجوده حاليا على الواقع هي هاي. بس ليش بده يميز البقيه؟ ما نعرف. طبعا هذا شو يسوي بعدين؟ يحفز لنا التي سي ال والبي سي ال حتى تزيد افراز الانتي بوديز، والتي سي ال حتى تسوي لنا انفلاميشن. فلذلك يصير عندنا فري فاسكولايزيشن ويطلع عندنا الفلويد ويسوي لنا اودما بالمكان. البيشنت بنفيكس بلغارس هنا هذا يا اما يكون الون يعني فقط ميوكوس ممبرين، او يكون فقط سكين، او يكون ميكست. اذا ميكست يعني ميت الشغل على اثنيناتهم، على الديزموجلين 1 على الديزموجلين 3. واذا واحد من عندهم يا اما 1 يا اما 3. هذا بالنسبه للميكانيزم. كلينيكال فيتشرز، بما انه دي هاجم تو سايد سكين وميوكوس ممبرين، فراح تشوف عندك سكين فيتشرز واورال ميوكوس ممبرين فيتشرز. السكين فيتشرز عباره عن ثين بله. حاط لكم تعريف البلة، ساك أو فلويد فولد سكين سبيسز. شنو بيها الفلويد فولد؟ عادة ووتر أودما جاية من انفلاميشن الكوز مالته هنا من النورمال سكين. هذه البلة أو الـ أو الـ أو البلسترز رابيدلي بريك داون. ليش؟ كلش خفيفة. هذا الديزيز احنا قلنا عندنا تو فاميليز بنفيكس. هذا راح ناخذ موضوع ثاني اسمه بنفيكوي. فرق السايت، هذا الديزموجلين الموجود قلنا يربط الخلايا مع بعضها. فشي يسوي؟ يسوي ديستركشن بين الابيثيليال لايرز. الابيثيليال لايرز اربعه عددناها وراح نعيدهم: بيزالي، جرانيلوزم، سباينوزم، وكورنيو. هذا ما يهاجم بيست ممبرين، لا يهاجم الخلايا ويفصلها واحد عن الثاني. يعني يفصل الجرانيلوزم واحد عن الثاني ويفصل السباينوزم واحد عن الثاني. فشي يصير اللي انفصل عن الباقي يصير ثن. يعني تجي على بوله تلقاها بس كورنيوم، تجي على وحده تلقاها كورنيوم وكرانيلوزم، والبيز الممبرين يبقى اتاتش بالبيز. فيسموه ثن الاريا مالتنا تكون ثن. اي تروما اي طخه ممكن يطخها يصير بها ربشر. شي يصير؟ ألسريشن، الروجن يبدي تاكل السكين. ونشوفه احنا طبعا اغلب الاحيان ما نحصل على انتاكت بول. يعني هاي البريستر سيتش واضحة ما نشوفها أغلب الأحيان due to contact. ليش؟ أول كوز إنه هذا الديزيز هو انفلاماتوري، فيسوي له حكة. فهو أصلا البيشنت يحكها ويسوي لي رابتشر. فما راح أشوف بلسترز، أشوف دينودد أريا أو ألسر أو ديستركشن بالسكين موجود ويتوسع. هذا الديزيز اللي بالسكين أكو ساين اسمه نيكولسكي ساين بوزيتيف بهذا الديزيز. طبعا مو فقط بهذا الديزيز، عندنا هواي امينو اوتو اميون تشترك بنفس هاي الصفه. شنو نيكولسكي ساين؟ هو هذا اسمه نيكولسكي، اكتشف هذه الفيتشرز. قال الديزيز هذا يمتد، يعني هذه البله اللي حجمها 1 ملي وانت شفتها 1 ملي، من الدز عليه ورا اسبوعين تلقاها صارت 2 ملي، ورا شهر تلقاها صارت سنتيم. تتوسع من السنترال تبتعد البيريفرال. لذلك هو سبب مالته مات الديث ديو تو اكسبانشن، يتوزع هذا الالسريشن تنتشر. شنو نيكولسكي ساين؟ هذا نيكولسكي قال كل ما تضغط على جهه من الالسريشن تشوفه تمتد على الجهه الثانيه.
شلون؟ هذا طبعا الكلينيكال فيتشرز مالته. لارج دونت اريا، شوفوا مكان ارثميا حمراء ومكان ديستركتيف بالسكين ومكان بليدنج. طبعا هو مو سسبتبل تو بليدنج، البليدنج ديو تو تروما. هذا اما حاكه اما متعرض لتروما مباشره اما من الملابس، بما انه هي ثين بوله يعني اللاين او الكفر مالتها يكون ثين خفيف، فبالتالي سهوله يصير بها رابتشر. من يصير بها رابتشر يصير اكسبوزد للبلد فيزلز اندر لاين فيسوي لنا بليدنج. ومرات تلقاها موجوده هي نفس هذه البلسترز بس داخلها بلاد، هم تروما مو بليدنج، مو سسبتبل تو بليدنج، يعني هذا مش عنده بليدنج بس البليدنج جاي من التروما. هذا نورمال طبعا، هذه تمتد يعني هذه هسه حجمها ممكن فت 5 سي ام، ادز عليه ولا شهر الك نص الثوراسك انفولد تمتد لاترالي. نيكولسكي يعني سوى يقول اذا تضغط على هذه الجهه مالت البله تمتد للجهه الثانيه، اكسترنال تمتد الفلويد كله يمتد. ليش؟ قال هذا الكيسات اكو بيها كلينيكال ديستركشن واكو سب كلينيكال، يعني اللي بصفها هي استوها صاير بيها ديستركشن بالسيرس بعدها ما مليانه فلويد، مجرد انت ضغطت على فلويد انتقل من مكان لمكان وسوالي اياها. يعني مفهومه او معناه انه كل الابيثيليوم كله هو سيبريتد مفصول، بس بعد يحتاج وقت حتى يلم الفلويد او يلم هذا الووتر، فبالتالي بتضغط على مكان يمتد للمكان الثاني، وهو هذا السر بهذا الديزيز انه يمتد للبيريفري اكسبانشن يصير فيه. حتى الالسريشن كذلك، هذا هنا انا سوى كان بالسنتر وامتد للبيريفري. لذلك وحده من اسباب الديث مالته هو ديهايدريشن due to fluid loss، كل جسمه راح يبدي يتاثر ويصير عندنا الالسريشن وبالتالي كله يفقد سوائل. هذا وحده من اسباب الادمشن مالته ديهايدريشن، لازم علينا فلويد حتى نعوض الفلويد اللي يفقدها. هذا الموست كومن كوز اوف ديث اذا تركناه. Broad clinical subgroups of pemphigus vulgaris. هذا الجروبس احنا طرقنا لها وانا حطيتها بلاينز حتى تميزوها، ثلاث انواع قلنا، اما ميكوزال انفولفمنت فقط الاورال ميكوزال، يا اما يكون اورال اند سكين سميناه ميكوكوتينيوس، يا اما ميكوكوتينيوس فقط سكين. زين هاي دكتور بيها رولز، كتبنا تقول فيرستلي اورال مانيفستيشن وكتب الدرماتولوجي تقول فيرستلي سكين، لكن انا قريت الاثنين ورجعت لكتب الدرماتولوجي كلهم اقروا واجمعوا، وحتى بعدين يعني اذا كان بدايه سكين بعدين يحط ملاحظه يقول اورالي اول، لذلك هو يجيك اول شيء قبل يروح للدرماتولوجي. فانت راح تكون سبب انه ستوب للديزيز وبريزيرف لايف، فلازم تعرفهم حتى لو كان هو مو من ضمن الاوبشن مالتك مال تريتمنت، يعني انت ما راح تعالج هذا حتى سبب التريتمنت. حطيت لكم فقط الهيدلاين، ما طبقت تفاصيل التريتمنت لان نحتاج سيستميك تريتمنت، وسيستميك تريتمنت هذا ممكن يكون وحده هو لايف ثريتنينج، انت تعطي سيستميك ستيرويد او تعطي ميون سابرسنت دوزات عاليه ممكن يموت من الدوزات. بس هذه الفيتشرز ممكن تمر عليك لازم تشوفها وتعرفها، ما تظل صافن انه هذا شنو الالسريشن جديد، ما شايف ايش نوع من البليدنج، ما شايف ايش نوع من الديستريبيوشن. ميجوريتي اوف ذا بيشنت بريزنت وذ اورال ليجنز، لذلك ان الدنتال بروفيشن هو اول واحد راح يشوفه. كجنرال فيتشرز وين راح اشوفها دكتور مكانها؟ كل مكان، بس الموست كومن تشيست وباك وسكال اند هاند اند فيت، لان اكثر مكان تعرض او يظهر به الديزيز. طبعا بالسكالب هنا تكون شويه ثيك، يعني ممكن تشوفه لو تدور براسه تشوف لك فد وحده اثنين من ذني البله موجوده. كذلك بالفلكسر ايديه ورجليه هم تكون ثيك الاريا. ليش؟ بالنسبه للهاند والفيت دائما تعرض الى احتكاك، فهي اصلا تكون طبقه الكورنيوم عاليه مو بسهوله يصير بها رابتشر مثل بقيه الاعضاء. كذلك بالنسبه للهيد، بما انه اكو عندنا هير فوليكلز فبالتالي المكان او الابيثيليال ثيكنس مالته عالي، فلذلك ممكن تحصل اذا عندك بله. طبعا هو فكره الدايجنوز مالتها اذا شفتها، اذا شفت الساك هذه وذ فلويد راح تعرفها، بس من تشوف السريشن تي، لان هواي عندنا كيسات مشابهه نفس الالسر ونفس السايد ونفس الديستريبيوشن. هذا بالنسبه للسكالب.
هذه البلة باقي أثارها فقط طاقة وباقي فقط الممبرينز الموجودة. وتشوف البيس إرزيميتوس أري. طبعا كل هم بينفر أكسبوز للنيرف إندينج راح يصير عندنا بين سواء كان بالسكالب أو كان بالأورال كافيتي أو كان بأذر بارت. بالسيفير كيسز نانا مو فقط الأورال كافيتي إنفولد أذر ميوكوس ممبرين لارنجيال فارنكس إسفيرجس كلها شكو ميوكوس ممبرين يصير بي إنفولد لأن هو بروكريسيف ديزيز وليس لوكالايزد ديزيز. أكو ديزيز تقرأها لوكالايزد يعني يصير بمكان واحد وما يمتد هو يظل يروح ويرجع نفس المكان ويضرب نفس المكان بينما بروجريسيف لا يعني ممكن اورال وسكين وبعدين لا يمتد الى اذر بارت كونجكتيفال نازوفارينجيال لارينجيال اسوفاجس انوجينيتال ميوكوزا هذا بالادفانس بالسيفير كيسز. وصراحه نشوف هذا الكيس او هذا الديزيز هو كرونيك وليس اكيوت هذا بيها فيتشر خاصه ميوكوكوتينيوس ديزيز 10 to more severe diseases. لاحظوا انه هذول اللي عندهم skin oral mucosal features هذول هم المور سيفير دائما يكون اكثر severity من بقية وحتى بالتريتمنت اقل response عندهم. لكن نرجع الى النقطة الاساسية انه البينفيغاس والبينفيغو والدن ديزيز كلهم يسمونه chronic disease وليس acute disease. شون يعني؟ يعني هذا ممكن سيجيك وتشوف ألسر واحد فقط بيده وبرجله وبحلقين مو 10-15 ورا شهر يظهر واحد ثاني ورا 15 يوم يظهر واحد ثالث ورا شهرين ثلاثة واحد رابع مو بسهولة تمتد. لذلك هو slow مو acute fulfillment هو slowly disease. لكن بما أنه هو slowly ما يعني أنه هذا هو curable أو remission لا بالعكس هذا most common cause of death from autoimmune disease. ليش يديد الكوزة اللي قلت لكم اياها dehydration والكوزة الثاني infection septicemia bacteria septicemia. ليش exposed large area of the skin and the mucous membrane exposed والenvironment ما شاء الله كله microorganism فأي bacterial infection راح تكتله. بعد السبب الثالث هذا ورا ما تعرض للتريتمنت شو راح يصير عندهم immune suppression لأن التريتمنت مالته هو immune suppression حتى وقف هاي الاوتو انتيبوديز والسيلز لازم أعطيه immune suppressant حتى تختفي في هاي الأعراض. فأنت نزلت مناعته يعني أي infection بسيط HSV ممكن يكتلن. فلذلك كنت تنتبه اكتشافه بالبداية هو أفضل طريقة للحفاظ على اللايف surviving or preserve life. oral finding هذا بالنسبة للسكين والسكين يونيك يعني ما راح تلقى غير نوع من الأرصر غير نوع من البلة غير شكل هي شكل واحد تمتد باتجاه واحد وهذا الـ destruction اللي يصير. 80-90% من البيشنت اللي عندهم بينفيغاس فرقارس عندهم oral manifestation 90% نسبة كبيرة كلش كمان. 60% من الكيسات first sign يعني قبل اللي أثر بالسكين يجيك إلك بالسكين واضحة بس اللي بالأورال ميكوزا هي المواضحة تشبه الريكيرنت وتشبه الاي ام وتشبه البهجت انكشافا فقط بالدستريبيوشن فقط هذا الانتشار راح تقدر تميزن بيناتن 60% فيرست على ما تظهر عود. واحنا قلنا اصلا هو كرونيك يعني مو يوم يجيك عدة أرصر جديد ورا شهر تلقى واحدة جديدة ورا شهرين احتمال تمتد هذه يتطلب ويكس تو مانث حتى يصير في دستريبيوشن. دنتال سبيشالست اند برايمري كير فيزيشن recognized oral clinical sign. لذلك the evidence suggested that dental practitioner is the main or the first for disease control. أول واحد راح يسيطر على الديزيز إذا اكتشفته من وقت وpreserve life حطيته capital لأن قلنا هذا ممكن يموت من septicemia أو ممكن من dehydration. intraoral إيش راح أشوف دكتور بالintraoral نفس الphysicals هاي البلسترينج اللي شفتها بالسكين راح أشوفها بالأورال ميكوزا لكن هي بالسكين وكانت ثن وما شبتها أنا ديوتو تروما. بالأورال كافيتي راح أشوفها وهو يأكل ويشرب ويتعرض يومي إلى فريكشن مستمر هم راح تشوفه راح أشوف ألسر حال ألسر البقية اللي شفناها وممكن الروجن للروجن هو مو مثل ألسر يكون أقل الديبث مارت. الإبيثيليوم لاينج راح تكون عندنا ثن إريجولار لير أو إبيثيليوم ليفينج لارج لود إريثميتا سبيس بالبداية بلة بعدين تظهر عندك رثمية بعدين يظهر عندنا ulceration.
انت راح تلحق على لاسريشن، من النادر انه تشوف البول لان ما تطول، ممكن اقل 24 ساعه يصير بيها رابتشر. طبعا هذا الايج نفس الفقره مالتن الدياجنوستيك ساين انه الايج اكستندد بيرفري حاله حاله سكن، يعني نفس الالسر تدز عليه ولا اسبوع تشوفه اوسع صايره اكبر ممتد للبيرفري. موس كمان ساعه بكالاميكوز اكثر مكان راح نشوفه هو البكالاميكوز، واكثر مكان ما تشوف بيه البول هو البكالاميكوز. ليش؟ مكان الكلوزر سيرفيس اكثر عرضه للتروما، فدائما نشوف الكلوزر لاين هو اللي بيه ألسريشن، بس ما تشوف ألسر، ما تشوف ولا فقط ألسريشن. سكند بيلت تانك جنجيفا كل هن ذني اذر سايد، يعني ما عندنا لوكالايز هذا كل مكان، لكن الموس كمان راح يكون هو البكالاميكوز والبقيه تباعا. هذا بالنسبه للاورال. حتى الاي ام هم نفس الشكل، حتى الريكرنت طبعا سفرق الحجم، لان هذا لارج اريا، هذا اكثر من 4 سي ام المسافه مالته. لذلك بالدياجنوز راح تدل على كومبينيشن سكن اورال، بس ما يعني انه اذا ماكو سكن هذا الاورال هو مو بيمبكس، لا ممكن. فتشوف الاريا اللي هذا طبعا هذا الابيض هذا كانت عباره عن فيزيكلز صار بها رابشر، والوول او الكفر مالتها رجع مره ثانيه اتاش تو ذا ألسريشن. فهذا الكفر مالته طبعا ممكن تكون يلو ممكن يكون وايت. البيريفري ارثيميتوس المكان كله دار مدار احمر انفليمد بي، وممكن نشوف هذا بالبلت هنا أنا شويه مو واضح بس بالتلفزيون واضح بليدنج اكو بلد طالع بي، وهذا ديو تروما كله. هذا بالنسبه طبعا مرتبط يعني مو مكان واحد، ممكن كل اورا كابيتي يجي. هذا بالتانك كل التايبات اللي استعرضناها ما شفنا هيك ديستريبيوشن، ما شفنا هيك منطقه واسعه انفولد، اغلبها كانت لوكالايز. حتى بالاي ام اكثر من وحده، بس ما تشوف وحده ممتده، يعني ما تشوف ألسر ممتد اكثر من 8 سنتيم. قلنا ميجر هو 1 سي ام 1.5 2، بس اكثر من 2 سي ام يعني ان انا اكون لازم عندنا سيروس ديزيز اكثر او ديستركشن اكثر. طبعا التانك هذا هنا بالفنترال اللي هو دائما يكون الميكوزال سيرفيس مالته فرايبل خفيف، وممكن يصير على الدورزم. لذلك نشوف هذا اذا صار على الدورزم ورا فتره اذا صار هيلينج او اختفت الاعراض يصير عندنا ديستركشن بالتيست بود، يفقد الاحساس بالاكل بيرمنت. Lesion start to heal, they form more defined margin and eventually develop wide appearances before resolved completely. هذا disease be remission period or be treatment period. يعني ممكن انه هذا disease او هذا ulceration تدز عليه ورا اسبوع وباقي نفس الحجم او باد يقل، لقوا نسبة عالية من عندهم انه يصير به remission يختفي بدون treatment ويرجع يظهر من جديد. ليش ديكريز او انهبيشن بالايمين سيستم، وهذا اندوجينسلي ما نعرف ليش دي يصير، ليش ارتفع عند البعض ومستمر عند البعض، لكن بي ريميشن فتره انه يجي لك البيشن بدون عفوا اي اعراض، وكلها الاغلبيه 90% كونتينوس ويستمر الريميشن. ما يعني انه التريتمنت الديزيز خلص راح، لا يروح يرجع له ورا شهر ورا اسبوعين ورا ثلاث اسابيع، وممكن تروما تفعله، ممكن انفكشن يفعله ويرجع من جديد كذلك. واذا استمر كونتينوس هنا لا تحتاج تريتمنت. بالحالتين النيو ابديتد تريتمنت انه يقول لك بالحالتين سواء كان ريميشن او كونتينوس تعطي تريتمنت حتى تمنع البروجريسيف مارت. طبعا هذا الهيلينج مارجن راح يترك لك سكارينج في بعض الاحيان. ليش؟ لان احنا قلنا اي ميجر ألسريشن اكثر من سي ام هيل وذ سكار، زين هذا اكثر من 3 سي ام، فطبيعي انه يترك لك سكار بالاريا كونتراكشن وسكارين. طبعا لوكاس مبرر راح يكون اقل من السكن لكن ممكن لا على الاريا بوس على الدف، اذا اريا كبيره راح يكون اكثر. وين ذا اريا او السر انفولف ذا تانك، قلنا اذا راح يصير عندنا لوس بالبابلي اذا افكتد الدورزم مالت التانك وبيرمننتلي ما يرجع تيست بود ما ترجع اذا صار بيها لوس. لابراتوري فايندينج شفته انت
بس بعدك ما متأكد إنه هذا الديزيز ممكن مشترك، ممكن بهجت، ممكن أذر، واللي هي بس أورال ما عندي سكين، أحتاج لابراتوري إنفستيجيشن. طبعاً لابراتوري إنفستيجيشن بالنسبة له بما أنه كرونيك يعني أكثر من 14 يوم راح يطول، ميلي مو أكيوت. الجايد لاين قلنا الأول إنه تدز على بايوبسي، فتأخذ من عنده تو بايوبسي، واحد فور هيستولوجي وواحد فور اميونوفلوريسنت تيست. بالهيستولوجي ايش راح يجيك؟ يكتب لك اكانثولايسيس، هذا الابيثيليوم، هذا كله من هنا لهنا الابيثيليوم، الكورنيوم انتاكت ما صار بيه ديستركشن، هذا جرانيلوزم والسباينوزم ديتراكتد، تشوفون فلوتينج هذا الفراغ الابيض كله اوديما كله فلويد، وهذا السيلز مالت الابيثيليوم، هذا البيزل ممبرين اللي هو التالت السب ميكوزا، هنا جو سب ميكوزا وهذا البيزل ممبرين. فبالتالي هذه البله وهذا الفلويد فولد صار بتوين ابيثيليال لايننج بين الخلايا امتد، فلذلك فقط هذا اللي يكون انتاكت، يعني هذا اللي احنا نشوفه. ليش قلنا يصير بها رابتشر وهي ثين؟ هذا الباقي من الابيثيليال لايننج راح يكون الديبث مالته او الويدث مالته كلش قليل، بسهوله يصير بها رابتشر، مو مثل البنفيكويد. البنفيكويد راح يصير سيبريشن، راح نشوفه من البيزمنت ممبرين، فاللايننج مالتنا اربع طبقات صعوبه يصير بها رابتشر، فراح يجلس لك الريبورت يكتب لك اكانثولايسيس وهي الموست كومن ابروبريت فيتشرز دايجنوستيك فور بنفيكس. كيف في هذا لامي؟ كيف في لازم تسوي له دايركت اميون فلوريسنس تيست وان دايركت اميون فلوريسنس تيست. شنو هو الدايركت اميون فلوريسنس تيست؟ بما انه هو انتيبادي انتجين رياكشن، سووا جابوا طريقه صبغوه وعرضوه للايت اللي هو فلوريسنت الاخضر. شنو جابوا؟ ياخذون التيشو مباشره للمريض اللي هو بي ألسريشن ويجيبوا له شنو؟ انتيبوديز خاصه بما انه اكو انتجين، يجيبون انتيبوديز بها صبغه اللي هي الخضر على شكل فلويد ويجيبون اللايت يوجهون عليه. شو راح يظهر؟ كل هذه اللي تشوفون دا مدار الخلايا اخضر وبالنص اسود، اخضر وبالنص اسود. احنا قلنا الديزموغلين هو يربط الخلايا مع بعضها، في اي مكان راح يشل به هذا الانتيبودي اللي هو فلوريسنت لون اخضر راح يكسر لنا اللون، فتشوف كلها هسه صايره مثل الفيش كفر، نفس حراشف السمجن. البيريفري مالته تعطيك لون اخضر، السنتر مالته لون اسود. اي مكان بديزموغلين 1 3 راح يعطيك اللون، والبقيه يعطيك اللون الاسود. هذا يسموه دايركت اميونوفلوريسنت تيست، واللي يعتبره دايجنوستيك. لو تلاحظون هنا أنا كل الابيثيليوم انفولفد لانه موجود بين الابيثيليال سيلز، فكلها انفولفد، كلها جبتي بوزيتيف، كلها خضره. خلي بالكم الصوره هسه راح ناخذ الموضوع الثاني، شوفوا المكان راح يختلف. هذا بالنسبه للدايجنوستيك، تحتاج الثنين حتى تتاكد انه هذا الديزيز بوزيتيف، بالاضافه للكروسكي ساين، بالاضافه للفيتشرز اللي شفتها انت كلينيكالي، بالاضافه لانه عندنا اورال مانفستيشن ما سوى كونفورميشن اذا مو ذني موجودات. تريتمنت كورتيزون اميو سبرسنت، طبعا هذا اللي هن هيد لاينز، اميو سبرسنت اكثر من 10، والكورتيزون يبلش البريزنون ويصعد مثل البريزنون، لكن مو شغلتك التريتمنت، انت بس شغلتك تسوي دايجنوستس وهو اهم من التريتمنت. اذا عرفت انه بوزيتيف راح ممكن تحميه من ديث او تحميه من كومبليكيشن. الديزيز الثاني اسمه سب ابيثيليال بولس ديس اوردر. سب يعني جو الابيثيليوم، منطقه الدستركشن صايره بين الابيثيليوم وبيزل ممبرين، بين السب ميكوزا والميكوزا، نفس الفيتشرز بالضبط، لكن الفرق بالسايت بيها سايت اوف افكتد، وفرق بين التايب مالت البروتين اللي راح يتاثر بهذا الديزيز. طبعا عندنا هواي امراض، بولس بنفيجويد، ميكوس ممبرين بنفيجويد، لاينير اي جي اي ديزيز، ابيدرماليسيس، بولوزا اكوستا، كلها هواي، كلهن نفس الفيتشر، نفس الشكل كلينيكالي، نفس الشكل استولوجي، هم راح نشوف نفس الشيء. ليش دكتور غيرهم؟ غيرهم لانه البولس بنفيجويد بالاورال كافيتي اعلى، ميكوس ممبرين اقل، لاينير لقوه بالاي اكثر من الاورال، ف
فلذلك الواحد ما عندنا طول الاسم وطول فيتشر حتى يميزه. احنا اخذنا موضوع واحد اللي هو ميوكاس من براين بيمفيجويد MMP كرونيك رير اوتو اميون سب ابيثيليال بريستر ديزيز برايمري افكتد سكويموس ابيثيليوم وين ماوث كونجكتايف ابر ايروي انو جينيتال سكين. السكين حط اخر واحد اللي هو الليس كومن سايت او الرير سايت موست كومنلي هو من اسمه ميوكاس من براين بيمفيجويد. يعني 99% هو سير بالميوكاس مبرين و 1% و 2% بالسكين، لكن ما نقدر نستثنين أكو كيسات سكين. رزالت شنو؟ ميوكاس بلسترينج ألسريشن سكارينج إن ذا سايت، هذه الحصيلة النهائية. إتيولوجيز نفس الديجيتال الفقرات نفس الميكانيزم، لكن نوع البروتين مختلف. هناك يضرب لنا ديزموكلين، هنا يضرب غير نوع اللي هو هذا PB180 لامينين 322 أو 332 أو ذن الأذرز. شنو ذن الدكتور؟ ذن كلهن أنكرج بروتين. شنو يعني أنكرج بروتين؟ أذن يحافظ على دعامة الأبيثيليوم حتى ليصير بهن فلوتينج أو ليصير بهن ديستركشن أو لا تعبر أبيثيليوم على الثانية أو سير على الثانية. ذن يدعم الوول ما تصير من برين انتجرين او لامينين او كولاجين كلهم بتوين ذا سيلز. يعني نفس الفانكشن، مو مصدد انه ندرس شنو الفانكشن مالتهم بس وين دي الاثر. هم نفس الشيء راح يجي هذا الاي جي جي والاي جي اي دايركت اجينست ذا بروتين، شو يسوي له ديستركشن. بس شنو الفرق؟ هاي البروتين يربط البيز ممبرين بسبب ابيثيليوم مو بين السيلز. هناك كان البروتين يربط السيلز مع بعضها، هذا ذن البروتينات يربطن كل الابيثيليوم كله ويا سبب ميكوزا. فلذلك من ذن يصير بهن ديستركشن هذا وهذا وذن البقيه، شو يصير عندنا؟ سيبريشن لكل الابيثيليوم، اربع طبقات تنفصل عن سبب ميكوزا. هذا شو راح ينتج لك؟ ثيك لايننج. لذلك هنا البله هذه او البلسترز تشوفها بعينك، يجيك تشوفها بعينك لانها صفراء وبيها فلويد مثل الحرق. هسه راح نشوف الصور الحاطه لنا. هذا الفرق بالسايد بالمكان مالتي. كلينيكال مانيفيستيشن هنا بي اورال ميكوزا افكتد 85-87% بينما كونجكتايف 64-65%. لذلك الموست كومن سايد يعتبر اورال دامج اند بروجريسيف سكارينج حال بقيه. يعني هذا البله هم نفس الشيء هم تمتد للبلفري ما توقف عند مكان، ديستركشن مستمر. بس الفرق شنو؟ الثيكنس عالي فمو بسهوله يظهر عندك البروجريشن. ناقلنا بسهوله مجرد انه بيدك تدفعها تطلع لاترالي، هنا لا تحتاج وقت. لذلك هنا لو تسوي نيكولسكي ساين نيجاتيف ما تمشي ثيك ابيثيليوم لايننج. وين اذر مكان اذر سايت ممكن اشوفها؟ نيزوفارنكس جينيتال ميغوزا اسوفيغاس لارنكس، نسبة قليله بس موجوده. شنو فائده هذني؟ ليش حاطين النسب؟ حتى تدور اذر سايد انت تحتاج هذا ديز كونفورميشن. شلون كل هذني اذا نسولف على اوتو اميون ديزيز يعني تريتمنت مالتن فور لايف ومو كيورابل ما يطيب. فلذلك راح تعرضه الى اميون سبرسنت ممكن يديد من التريتمنت مالتك. فلذلك لازم عندك كونفورميشن 99% ما نقول 100% 99. تتاكد كلينيكالي لابوراتوري جمع الاثنيناتهم يلا تقدر تقول انه هذا ديزيز بوزيتيف وراح اعالجه. فالدياغنوزس ليش دا انطي اني صفات دا انطي فيتشر دا يعني انطي برود انفورميشن اباوت دياغنوزس؟ لان اهم من تريتمنت تشخيص اهم من تريتمنت. فلذلك الاذر سايد يسوي لك كونفورميشن انه راح القى غير مكان ادور على اذر فيتشرز. اول سايد اوف اورال افكتد شو يسوي لي هذا؟ بين طبعا اكيد. حتى هاي البلة تندر يعني تقيسها بين عندنا صير. ليش؟ مليانة فلويد وضغط على النيرف اندينج اللي موجود بسبب ميكوزا، فأي برشر تسلط عليها راح تحس بين. أما ذا ألسريشن هو الأرسل هو بينفول من تيم منه. لكن حتى المكان الارثيميتس أو المكان البلة راح تكون تندر للبركشن أو تندر للتاتش. زين إذا صارت هاي بالإسوفيغاس أو باللارنكس بلة كبيرة شو تسوي؟ ستركتشر او بلوكج السد. لذلك ممكن يسوي سفكيشن، ممكن يكون ديفيكولتي بالبريثنج اذا كان السايت مالته لارنكس او كان السايت مالته اسوفيغاس
سو فيكل سو ديسفيجي ما يقدر يبلع يحس لقمة أكو داخل صدره هي هاي مكان البلة اللي مثل بي ديستركشن بسهولة لذلك يحتاج دايليتيشن يحتاج بي ممكن يسوي انتيوبيشن حقوا له تيوب يلا السكين هو اللس كمان 24-39 واللي يكون بالنيك وهم اثنين اسكارين بيهن لكن هنا اللس كمان ما تشوفها ممكن السكين الا بعد شهر شهرين الديزيز الاير دي كله راح يكون ميوكس ممبرين اورال فايندينج هذا الاورال فايندينج وين اشوف وين يبلش عندي 85% راح يكون اورال ليجن انترا اورال افكتد هذا السايت قسم لكم اياها من الموست كمان جنجيفا ينتهي باللس كمان الجنجيفا دائما يخدع شلون يجيك بسكوميت جنجيفايتس جنجيفايتس بسيطه تبلش اراوند ذا تيث انا حاط صورتها هذا جنجيفايتس اي اولد ايج ممكن تشوفها عنده بوزيتيف ما تشك انه هذا ديزيز لكن لا ايرلي يبلش هيك طبعا انت راح تسوي السكيل والبولوجي وتقول له فرج وراح يجي الدكتور عندي بليدين وما دا يروح كل ما طوكا بين وتضل تلح عليه الاسباله بادر روح هاي جين لكن له ديو ديزيز الجنجيفا راح تكون انفلامد فبس يطخها تكون تطلع دم بس يطخها سلبين عنده فلازم تدور اذر سايت طبعا صعب الدياجنوزي صعب جدا صعب هذا نفسه راح يجيك ممكن اذر انفلامد ديزيز وممكن نورمال نورمال جنجيفايتس نورمال بيرودنتايتس صح جنجافه راس جيم بون لوس ممكن تيبيكال مانيفيستيشن تيبيكال تجيك هذه فلويد فيلد ساك اور بول مثل تشوي مليانه فلويد وانتاكت تشوفها واضحه طول هاي لان قلنا ثيك اللايننج مالتها ثيك انت هسه ما تقدر تشوف الفلويد اللي جواها بينما ذيك تبين حتى الفلويد يبين كلش ثن وهذا الفرق بين البنفيغاس والبنفيغويد شكلها يفرق تحتاج تروما عاليه يعني لازم فتشي هارد اوبجكت يلا سوي لي تروما يلا صار عندي ألسريشن من الطق هذه اوصل بها ركتشر نفس الفقره نفس الألسر اللي شفناه بالبنفيغاس راح يصير هنا هم هذا يبقى انتاكت السكن يعني يبقى لاطش على الألسريشن تبدي هاي الألسر يتوسع هذا نفس الحجم راح يبقى لا بروجريسيف ديزيز هاي لازم تخليها ببالك انه هذه ما تبقى نفسها ورا اسبوعين ورا شهر تكبر حجمها يكبر يزداد ويمتد يشمل كل شيء ممكن بعد سكارينج كلها هي ود سكار يعني حتى هذه من صار بيها ربشه وقلنا اكو بعضها صارت مرمشه شوف المكان كولابس صاير بي ديكريز بالسبيسز وهذا سكارينج يصير طبعا هذا اذا كان عندك الحجم اكثر من 2 cm يعني المساحه نانا طبعا سلكس لوس اوف سلكس حتى بالبريدنتايتس هذا اللي عندنا مو احنا عندنا سلكس نورمال سبيسز بين الجنجيفا والتيث هذا لوست كليتن برودلي اورال فينوتايب اورجنايزد بالنسبه للاورالي راح تشوفه على ثلاث اشكال early pure gingival lesion يعني pure gingivitis second extra gingival lesion اللي هي هاي البول اللي شفناها or both اذا كان both فبسهوله راح تكتشف لكن ممكن يجيك بس هذا وممكن بس هذه وممكن اثنينات هذا بالنسبه لل oral manifestations laboratory investigation شفت هاي الدكتور شو يسوي هم نرجع لنفس النقطه تحتاج استروجي وراح اشوف اكانثلايسيس بس separation between epithelium and membrane شلون راح اشوفها دكتور بهالصوره هاي الابيثيليوم كله separated عن السبب ميكوز هذا فلويد هذا ابيثيليال لاين كامل من الكورنيا للبيزل ممبرين كله مفصول لذلك هذه يعني مو بسهوله يصير بها رابتشر قلنا ولا بسهوله تمتد من الكروسكي سان دايركت من الفلورسنت فقط لاين اما الابيثيليال لاين كله دارك كله اسود ما تشوف بي بوزيتيف فقط اللاين بس البرين مكان البروتين اللي هنا بصف هذا والصف الثاني يعني صار سيبريشن عن طريق لاين او على شكل لاين هذا الفرق الثاني خليه ببالك الامتحان مرات اجيب لك شنو الفرق بين بنفيغاس وميوكاس امبرين بنفيغوي كلينيكالي واستراتيجي هذا البروكاس
تريتمنت نفس التريتمنت اللي طيناه بالبنفيغاس عن البنفيغول، لكن هذا less common أو rare common cause of death. ليش؟ distribution مالته أقل والروبتر مالته أقل، مطلوب بسهولة. لكن ثلاث أسباب: dehydration, infection, immune suppression. هذا ما بي dehydration. تمام، ما بي dehydration قليل، حتى امتداد بالسكين، سكين ما عندنا less common feature، أكثر شيء بالأورال كافيتي، فما يتعرض dehydration هواي. صح ممكن بالأدفانس يعني ورا سنتين ثلاثة إيه طبعا أكيد، بس بالإيرلي لا، أقل راح يكون النسبة. فلذلك التريتمنت مالته لازم يكون as simple as possible، تبلش low doses يعني ماكو داعي نعطي بولص. يعني عادة بالفم في قصبة القارس مو مثل الإي إم، مو مثل البهجت قلنا نعطي 20 ونزود، نعطي 40 ونزود، يعني كمثال لا، رأسا أبدي بولص دوز 100 رأسا، حتى أقلل أسوي ريجريشن، بعدين سويت الفرنج ابدا اقلل لحد ما وصل الى اخر دوز هي تختفي بها الاعراض واوقف واسوي لها ريكور. طبعا كورتيزون لازم، وقلنا من وصل التوكسيك دوز ابدا اعطي ميو سابرسنت واقلل الكورتيزون. هنا لا، بما انه لايف ثريتنينج فاول دوز نطيع عالية تكون لهنا خلاص الاوتوميون. طبعا هنا ست مواضيع احنا اختصرناها كل الموضوعين البقيه بالشابه، يعني صراحة من تروح تشوف البولس بنفيغول نفس الميكروسوفت بنفيغول، لكن السايك مختلف، الديستريبيوشن مالته مختلف، المكان مال التأثير أكثر، لكن نفس الصورة مالت الكلينيكال فيتشر، نفس الصورة راح تشوفها باللاب تيست. فهنا خسرنا هذا الأوتو ميون ديزيزز كله. طبعا بي بعد معلومات اي بي بس أدفانس، يعني ما تخصكم راح تشعب. أنا أهم شيء عندي تعرف شو شكله وين مكانه، وبال ريبورت تقرأ تعرف شنو موجود، اللي هي من الدايجنوسيس حتى بريزرف اللايف. موضوع الأخير اللي هو تروماتيك ألسر، سامعين بي بجوز شايفين لو ما شايفين تروماتيك ألسريشن، من اسمه تروماتيك يعني عندك كوز أوف ألسر، مو تريجر ولا برينسبوزنج فاكتر، لا كوز مباشر، سببت لنا ديستركشن بالإبيثيليوم أو ديستركشن بالميكوز. بس هذا الكوز ممكن يكون ميكانيكال، ممكن يكون كيميكال، ممكن يكون هوت، وصراحة نشوف مدرجين. وهو يعتبر الموس كمان أكثر نوع من الأسريشن يصير له ركابتي أكثر من الكارنت، لأن تعرض يوميا آلاف التروما due to eating, due to prosthesis, dental treatment. etiology مالته أما يكون ميكانيكال مثل من تروما from the teeth, sharp edge, falling سويتها أنت وعفت له sharp edge, falling بيها overhang وظل يعضعض على شفته وسوينا تروما، سوينا ألسريشن. بعد بروستيسيس لبست بارشير الكلاس مطلع عنده طاقة جنجبل، يجيك ورا يومين ثلاثة ألسريشن موجود بيه، أو دينشر فلانجات المفتوحة ما مسوي سموثينينج وسوي فريكشن بالجنجبل أو عفوا بالتشيك تطيك ألسريشن. بعد سيلف ريديوس ليجن، هذا مهم due to habits، دول يعضعون على أظافرهم، عضعوا بالقلم، إيه سموه فكتيشيس بالكتاب أو بعض الكتب يسميه فكتيشيس ليجن، إنه دول due to habit أو self induced ليجن، هم كذلك نعتبره من ضمن التروماتيك. striking of mucosa with rotary instrument، وهاي ما شاء الله خبرة بيهم. بالتوربين قصة لسانة، بالتوربين قصة الجنجبة، قصة التشيك واي، خاصة بالبداية كلنا نمر بيها عادة نسوي تروم إلى حد ما نسوي إيزوليشن بعدين. هذا بالنسبة للميكانيكال. كيميكالز أسيدتي أو ألكالين إيريتنت تو ذا ميكوزا موست كومن كوز، كان قبل أسبرين. ليش؟ كان الأسبرين شغلوا توبيكال يطحنوها الحباية ويخلوها بمكان الليجن أو بمكان البين حتى يسوي ريليفين للبين. فد أولد تريتمنت قديم يسوي له ارسريشن هذا شكله، عادة يخلوه على ارسريشن حتى يصير بيه هيلينج. فش يسوي بيرن due to chemical effect للسايد كليته. بعد غير الاسبرين دنتال كافيتي اللي يستخدمون انتم، اكو في يوم واحد حباب قال انا بريكولانات سامعين بيها اللي هي انفلامد جنجايفال مارجن around the lower eight الصير ايه. فعادة من ضمن التريتمنت مالتنا شو نسوي لها؟ شيفنج نقصها، وريجيشن نعوفها لحد ما يصير بيها
مرة ثانية healing أو يصير بيها exaggeration يعني ترجع من جديد. إيه هذا شو يسوي؟ يقص الجنجف يخلي فوقها فورمالين سيدتف ويسوي نكروسس ما تطلع تموت بعد خلايا تموت خوش في خلايا مو صحيح. هذا يسوي ulceration تجي ورا ثلاثة أيام أربعة تلقى جنجف صار وايت صار بيها destruction ulceration دار مدار الأيت دول يتونس من الألم يعني لو خالع لو خالع البريكورانز أحسن أهون وايد. إيه أشكال وان أسمع هاي التكنيكات فمن ضمنها الدنتال دنتال ماتيريال دائما احنا ما ننتبه. واحدة من الشغلات اللي تسوي ألسريشن وانا مجربها الأسيد ايش؟ كلكم انتوا تسوي له واشنج بحلقه المفروض رابر داون حتى ليسر الأسيد يصير كونتاكت ويا الميكوز او تمسحها على الاقل يعني تمسح الكافيتي كلها وتوخر الأسيد وتسوي واشنج فالباقي ما يسوي لك ما يعني ما يصير هاي كونسنتريشن حتى يصير كونتاكت ويا الميكوز. احنا لا نجيب التروبوسيلين بحلقه و... اي شو طلب السكر؟ شو لحق سكر؟ اللي حاط سكر مانشيست شايف هذا؟ يلا اللي حقي لازم هاي سكشن حتى يبتص وهو تركيز عالي مو باعتبار انه ناصر التركيز ما بده يخب بالموضوع اي عالي التركيز انت هواي حاط هذي بس عالي كرام انت ولا هاي شو قد هذا؟ سوى الصريش سوي حتى لو خلت يعني بويلني شايف انت سمن تنفقها ويا الهواء؟ طيب هيشي لوك لوك على التانك مو يصير بيوش وضل تغسل لسان انت ويا لازم اصلا هو عندك ليش ما ترى بردان ما مستحيل يعني ما ترى غير بردان هو السله بصف ويحطوا له تيفلون حتى ليصير على السله بصف زين كيف الجنجبه اللي هي اقل هاردنس من التوث اندودونتيك اند فايتال بليتشنج بروسيجر هاي انا اخو بعد نسكت ما نسولف هيدروجين بيروكسيد يسوي بليتشنج وما اخذ اتراكشن او الجنجبه نص طالعه وهذا تقل الجنجبه كلها صار بها نكروسيس والسريشن او صاليوم هايبوكلورايد شو تسوي صار بها هايبوكلورايد اشتغلتوا عنده ولا ما اشتغلتوا؟ اه ما مجهزيكم؟ لا اويلي غالي صاليوم هايبوكلورايد؟ عم علي بطلين ايه قاصر قاصر هو قاصر يعني محتاج مو غالي يكون عندي البيت سرنجة ويجي ايه خوفا عليه بطلين مال وزير شايف هذا برازه 5.5 ايه حتى ما تعز خوفا هذا هايلي ريتنت للميكوزا او للتان او حتى البريبيكال اري يعني تكون تنتبه دائما عشان قبل ما تعد نهب الانجلات اللي بيها فتحات لا ترضي هاي عمر 5 سيس عطها بش بسنة كل البرابيكال اري ويجيني انفلامد ويجيني سوالينج فكنت انتبه اذا انت عابر البرابيكال اري ما تمدني جلي جو لان اكو عندك الالودنشيا موجود فايتر مو بس الاكسترن كذلك الاكسترن طبعا لازم رابر داون وتخلي هاي سكشن داخل التوب وتسوي له ريجيشن حتى لا يطلع للبرابيكال اري او يطلع للراديكال او يطلع لورال كافيتي. بعد من ضمن اسباب الالسريشن اللي هي مو من ضمن شغلنا كيموثيرابي والراديوثيرابي دول راجوك هواي اللي يتعرضون للراديشن او اللي ياخذ كيموثيرابي ليش؟ ابو الراديشن نعرف احنا كل راديشن يتعرض للسيلز يصير بيها نكروسس ويقل البلاد سبلاي فيجي مرتبط بالالسريشن ومرات لا متروما بسيطه وياخذ كيموثيرابي بس الكوز مالته تروما لان عندنا ديكريز بالبلاد فيسلز فحتى من يصير ألسريشن أو حي تروما بسيطة للإبيثيليوم ما يلحق يسوي رينوول ويجددها من جديد فتلقى ممكن ألسريشن ديو تو تروما فروم ذا تيث. آخر شيء هو تابليكيشن ما شاء الله هو يجوك دول سقف حالكم محروق بيها حتى ربعنا هم يسوون شو هند قصة قتا بيركن شو هند قصة قتا بيركن تحمي اي هو ويا جرت الجتا بيركا جيب الجنجبه ويا جيب اي لانه انت من تشتغل بس ابر 7 وين صار الابر 7؟ صفتشي واندايركت هو تخطى عادي اي قول له يروح كله دايركت؟ عايز سيدك اي كله دايركت شغله انت شغله اندايركت اي طبعا مو بس هاي اكو شغله ثانيه ولا هو يسموه موضوعنا هذا هذا الهيتنج
شو نسوي قدام المريض؟ يعني تحموه قدام المريض. ما ادري مدري تو على الخليج مدري على السنس بلع جنجل غلط هاي. في رحنا مكان ما هذا نروح على البيش تراوي شلون نحميها ونحطها على سنن. داعش شلون؟ ما يشتغل هذا معك دعوات. انا جرب ما يشتغل انا خاصة إذا مثلاً سويت لاترال كوندنسيشن وعندك فد إشي شدة مالت يعتبرك ما يقطع أصلاً جداحة وتحط جداحة حقها أحسن. هذا بالنسبة للهيت يجيكوا بهذا الشكل هم الفليم يعني المنطقة وتكون مرات بديميتس الهيتينج هذا للأبر فور هذا بالتانك ديستركتر بي. فلذلك الشكل شكل التروما يختلف طبعا اذا كان الكوز مالتنا ميكانيكال فراح نشوف نفس شكل التروما يعني هنا كاسبت ممكن تكون اذا كان كلاس تلقى شكل كلاس لاينير اسريشن يعني طولي اذا كان شارب ايج مال 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 اسمه كومبوزيت او شارب ايج مال مال جرام تلقى نفس شارب ايج لكن يختلف شكل اذا كان هيت او كان كيميكال. الهيت راح يصير هذا اللون ابيض والكيميكال شفناها ديستريبيوتد مكانها اوسع هم تجي لونها ابيض بعدين يصير ديسكوميشن طبعا هذا يختفي ورا فتره لان هذا صار بيسلوفينج يعني ما اقول مجرد هذا بس باقي كفر يختفي ويظهر عندنا اوسريشن يعني النهايه كلها راح يصير هيك مثل هذا طبعا اصير راح نشوف تريتمنت هذا هنا تمام وهذا هذا سي اي هذا سي اي وراديو ثيرابي متعرض به فتشوف على السكين وتشوف على الانتراورا هذا كان بالنسبه للاورال سايد والاورال تايب كلينيكالي يا اما عندنا اكيوت يا اما عندنا كرونيك اغلب الاحيان 90% من التروماتيك اكيوت لأن مباشرة عضل مباشرة سوى destruction طلع عندي ulceration فلذلك الأكيوت راح نشوف عندنا inflammation راح نشوف pain redness swelling وياه وشكله white yellow fibrinous ulceration. الكرونيك هنا مختلف البين أقل ليش كرونيك والمفروض كله أكيوت شو نظر عندنا كرونيك الكرونيك مثلاً كلاس أنت ما مطلعك externally صاير انترنال على التوث لكن بي اتش حافظه بسيطه بس اذا فتح حلقه هواي طخ فيحتاج وقت مو راح تحلقه هواي يوميا يتساوى مرتين ثلاثه باليوم يطخ هذا يسموه كرونيك يحتاج للتايم يلا يطلع من الانسريشن فتشوف البين اقل ما يجيك من اول مره فتشغل هذا تضوجني عندي بس انا قلت لك البكي تروح شايفين ايش هالحال او عندنا هاي سبوت او عندنا شارب ايج تقدر أصعد أسبوع يا يعني ليش ما جيت مو ما تأذيني كلش هاي كرونيك تلقاها نفس شكل الالسريشن لكن ال area مال تسراوند الباي وايت area هذه هنا ناسة مو كل هيلو صارت عفوا ريد البيريفري مالته راح تكون وايت أنا حاصله هذا الأكيوت متفقين بيرفري مالتا ثيميتس البيد مالتا يلو اور وايت بيه ودبرست هذا الكرونيك الكرونيك ليش يصير وايت لان هذا البدي يحاول يسوي ديفنس يحاول يمنع الالسريشن انه يتكون فايش يسوي ثيكنينج بالإبيثيليوم ثيكنينج يبدي يحاول يزيد الثيكنس حتى ليس الدستركشن فيصير وايت الوايت اريا منين تجي اما من الثيكنينج مال الإبيثيليوم اما على ديبوزيشن مال ماتيريال يصير بيها اما انكريز يصير بال 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 بالبيز ممبرين يعني فيتنس يزيد فانجل ديبوزيت مال اكزوجينس ماتيريال صار نشوف البويزن بيض يصير هذا طبعا هذا ديو تو ديزيز البويزن اللي عندك فانجل فانجل فيشن شيء ابيض عاد نانا ثيكنينج يعني زياده بالثيكنس مال الابيثيليوم فيصير عندنا وايتنينج وبالنص راح يكون هنا طبعا هذا لس بينفول دائما البيشنت يعني حاول يغلس عليه الا اذا بقى فتره طويله لانه انا اذا ما اخرت الكوز يستمر الالسريشن ما راح يطيب الى حد ما اسوي ريليف الكوز يلا ينتهي
فبالتالي هنا راح يبقى الى حد ما انه يدور على تريتمنت حتى يبخر الكوز. مانجمنت هذا هو تروماتيك. اول شيء يدور على الكوز اللي سوى الالسريشن. بس انت شكل شفته اذا هوت تدور اكو هوت ابلكيشن او تسال الهستوري كانت شيء حار الباحه شربوا شاي ولا هواي جماعه العراقيين يشرب شاي لازم حار فقبر على البلد يجيك البلد كلها ابيض فتسال الاخذ من الهستوري انه اكو متعرض الى تروما متعرض الى هوت ابلكيشن كولد مرات الكولد فريزنج قبل ما عندنا الحمد لله بالفريز يسوون ريليف للبين والفريزنج هم يسوي ألسريشن هم يسوي ديستركشن. فأول نقطة هي remove the cause وخط الريتنت بس ما انتهى ألسريشن يحتاج لفترة احنا قلنا يحتاج تقريبا حدود 14 يوم لحد ما يصير بدرين هو تتجدد الخلايا ويطيب فيحتاج pain control. البين كنترول نرجع نفس الريكرنت انت مخير تطيب ماسكين تنتظر يصير به هيلنج واحدة يعني بس ليدوكاين كافي فقط تسوي له ماسكينج للبين او تحتاج تريتمنت اذا تريتمنت فستيرويد واذا ماسكينج فتطي الليدوكاين او توبيكال انستيزيا بي بعد افويد ان انجري لازم ما يعيدها يعني كلاس بتصلحها مو كل وقت فلان جات تقصقصها اوفر هانج تشيلها شاربج تشيلها حتى لا يرجع يعاد خو تعطى تريتمنت اختفى بس الكوز موجود فلازم توخر الكوز تحل المشكله. Dentist careful to take protective measure هاي انا ما اقتنع بيها بس مكتوبه بالكتاب ما اقدر اشيلها لان هو لعوج عوج ما راح يعدل يعني راح يبقى يستخدم نفس التكنيك لو يبدله خلاص العاده اليوميه اصلا ما راح يطيب. الكتريكال بير هنا اذا كان الكتريك وهذا الكيس دائما نشوفه بالاطفال ذولا يحط واير بحلقه يعضعض بيه فيتعرض الى بيرن والبيرن دائما يكون واسع يعني مسافه الالسريشن كبيره فشو يصير بيه سكارينج كونتراكشن بالمصل كونتراكشن بالسوفت تيشو نحتاج سيرجيكال هاي فقط ذول الكهربون بالاطفال نشوفها ديستركشن يصير عالي من ضمنها اورال الالسريشن ديستركشن باللب بالميكوزا بالتانج بكل مكان. اخر شيء انتبايتك شو وقت تحتاجه اذا شفت سكندري انفكشن مو نورمال هذا شفناه الاحمر اللطيف يجي شكله لا يجيك لون البيد مالته اصفر بعد اكزوديك طلع جراحه من المكان هنا صار سوبر انفكشن ديكريز بالميون سيستم مكان مكشوف بكتيريا انفكشن موجوده بالاورال كافيتي راح يصير عندك انفكشن فبالتالي هنا تصير الدول تريتمنت تعطيه نورمال اللي هو البين ريليف او التريتمنت تعطيه انت بكتيريا لان ما راح يطيب حتى لو اخذ الكوز هو انفكتد والانفكشن لازم يحتاج احنا انت بكتيريا حتى يوخره منو راح يقرره انت تقرر الشكل سيرجيكال مو يم اصلا سيرجيكال كونستراكشن يعني نبدي نسوي له نرقع المكان نبدي نسوي ريليفنج للمسلز بيها